رمضان كريم. سمعنا كثير بالحلقات الماضية عن عواصف سواء مطرية ثلجية غبارية أثرت على مناطق مختلفة من الوطن العربي. اليوم حلقتنا نوعا ما مختلفة، راح نحكي عن عاصفة إقليمية. لما أحكي عن إقليمية يعني بدأت في قارة وانتقلت إلى قارة ثانية. لما نحكي عن عاصفة إقليمية فأنا أكيد بحكي عن العاصفة مدار. العاصفة مدار عاصفة أثرت على الوطن العربي بالفترة ما بين 17 إلى 20 آذار من العام 2017. بدأت العاصفة في شمال الأراضي الليبية وتحركت تدريجيا إلى مصر ثم إلى بلاد الشام والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. سبب تشكل هذه العاصفة وجود منخفض جوي عميق شمال الأراضي الليبية عمل على تشكل عواصف رملية وتحركها تدريجيا باتجاه الأراضي المصرية. طبعا رياح قوية وغبار أدى إلى توقف حركة الملاحة البحرية بشكل تام في الأراضي المصرية والليبية. لاحقا انتقلت هذه العاصفة إلى المملكة العربية السعودية وبلاد الشام، كانت على شكل رياح قوية وأيضا أمطار غزيرة، واشتد تأثير العاصفة الرملية سواء في المنطقة الغربية أو الوسطى أو الشرقية من المملكة العربية السعودية. وزي ما ذكرت العاصفة اشتد تأثيرها بشكل كبير على الأراضي السعودية، عملت على تحول النهار إلى ليل بفعل شدة العواصف الرملية في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، حائل، القسيم، أيضا أجزاء من المنطقة الغربية. وهذا الأمر أدى إلى تعليق الدوام لعدة أيام بفعل هذه الأحوال الجوية والعواصف الرملية. وأثناء تأثير العاصفة مدار وجدنا أن مساحة المنطقة المتأثرة بهذه العاصفة في المملكة بلغ تقريبا 1,000,000 متر مربع، وهذا الرقم بيعني أنه تقريبا نصف مساحة المملكة العربية السعودية كانت تحت تأثير هاي العاصفة. بسبب الانتشار الواسع للعاصفة مدار ومساحتها الجغرافية الواسعة، هذا الأمر أدى إلى عرقلة حركة الطيران في بعض المطارات في المملكة، بالإضافة لعرقلة حركة السير على العديد من الطرقات خاصة الخارجية بسبب طبعا الغبار الكثيف والعواصف الرملية. المستشفيات في المملكة استقبلت آلاف المرضى خاصة من الجهاز التنفسي والعيون واللي صارت معهم مضاعفات بفعل هاي العاصفة الرملية. وبهيك تعتبر العاصفة مدار بالإضافة إلى العاصفة المظلمة واحدة من أقوى العواصف الرملية اللي أثرت على المملكة بالسنوات الأخيرة. اللي بتذكر تفاصيل العاصفة مدار ما ينسى يشاركنا فيها بالتعليقات. سلام.